مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان. معاكم في تقرير وبث مباشر جديد من داخل محافظة المنوفية. معايا ضحية للكروت، ضحية ست ضحية لجوزها اللي سابها وطفش في أول محطة. ايه القصة وايه الحكاية؟ انا مش حابة ان انا اقول مقدمة كبيرة، تعالوا نسمع حكايتها منها هي شخصية. مساء الخير، عرفيني بنفسك. علي صوتك بعد اذنك. ام هيام، احكي لي يا ام هيام. انا جوزي كان مجنون بنفقه. علي صوتك، انا مستمعاكي. انا جوزي كان مجنون بنفقه والدنيا معاه مش ماشيه. فواحد قال له مديون بنفقه ليكي ولا لحد غيرك؟ لمراته الاولانيه. لمراته الاولانيه. لا احكي لي انت من الاول، احكي لي انت قصتك من البدايه. ايوه، ما انا كنت معايا 3 اولاد. انت كنت متزوجه الاول؟ ايوه، ومعايا 3 اولاد. تمام. من جوز زوجي الاولاني. تمام. فانا انفصلت، اتطلقت. فحضرتك لقيت عمي بيقول لي ايه، اتجوزي عشان ما ينفعش انك تقعدي كده، ولازم ان انت تتجوزي عشان يبقى راجل. وما كنتش لاقي حد اللي هو يسكنني. كانوا بيخافوا برضو العيال يعملوا مشاكل، كانوا بيخافوا العيال يحصل وش وكده. فاتجوزت، الدنيا معاه، قال انا الدنيا معاه ما فيش، وعايز اعمل مشروع وضمنيني في كارب، وعايز اعمل مشروع عشان ادفع النفقه عشان نفسي وعلشانكم. انا لما لقيت كده انا مضيت له، دفعنا كارب. لا كلميني بقى عن ايه، عن طريقته عشان يخليك تمضي. يعني طمنك ازاي؟ يعني الرجاله كده او بعض من الرجال، طبعا مش هنعمم، ليهم طريقه استحلابيه كده بيدخلوا بيها للست. وليه بقى دخلك الدخله عامله ازاي؟ دخل اللي هو عمل على مصلحته ومصلحه عيالي قبل مصلحته ومصلحه عياله كمان، قبل النفقه لاولاده كمان. عمل اللي هو لازم يعلى، عمل اللي هو الدنيا غاليه، الحياه غاليه علينا، لازم ان انا في قرش زياده، احنا ساكنين، احنا مش هنتمنى كده، انت عيالك يعتبر متلطمين وانا عيالي برضه عايزين لهم مصاريف، فلازم ان احنا نعمل حاجه، مش هنتمنى كده على طول. اديكي شايفه الدنيا عامله معانا ازاي. ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه، وان شاء الله هدفع القروض وهدفع النفقه وهسد اللي علينا والدنيا تبقى حلوه. انا قد كلمتي وانت مش شايفاني راجل في نظرك، وانت يعني الكلام ده يا استاذ. انت اتجوزتي جوزك الثاني ب3 اولاد، وبعد كده ربنا رزقك من الثاني بطفل. تمام. وبعدين لما لقيته بقى بيتكلم كده، انا الصراحه رحت ومضيت. صدقتي بقى؟ اه. رحنا مضينا. رحت. وبعدين ايه اللي حصل؟ اول كارد دفع، تاني كارد انا كنت بتابع، دفع، تالت كارد دفع، رابع قصدك رابع قسط. الاقساط. اقساط القرض. جينا بقى من، انا كنت مفكره انا اديت الامان بقى، قلت اللي هو بيدفع خلاص. لقيت استاذه رشا بتتصل بيا بتقول لي الكارد احنا نشتكي، انت الضمنه والضمن غالب. وهو قفل تليفونه، هو بالطبع فعلا قفل تليفونه، قال تليفوني ضاع وانت الضمنه واحنا هنشتكي. وفعلا الورق لو ما رديتش عليا كمان يومين، والله العظيم والله العظيم الورق هيروح المحكمه. ما بقتش عارفه اعمل ايه. بعدها بيومين المدير ذات نفسه اتصل، اسمه استاذ محمد عبد الله، اتصل قال لي ده كده ما ينفعش، انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. والله العظيم انا عزالي ما يجيه، والله العظيم انا حاجتي اللي في البيت ما تجيه، ولو جابت الشهر ده اجيب الشهر الجاي ازاي وانا بصرف على 4 عيال وايجار. غلطه مني، بس انا كنت متوقعه ان هنسد ده كله، انا كنت متخيله ان هنسد ده كله. ما كنتش عارفه يعني، ما فكرتش فيها ان هو مديون بنفقات وكده. يعني اللي خلاه ما يدفعش النفقات هيدفع القرض، دي حاجه برضو صاحبتي قالتها لي، فما فكرتش برضو في حاجه زي دي. انا مش عارفه اصلا، انا ما فكرتش فيها ازاي، وما فكرتش في كلمه ان الكروت بتخرب الدنيا دي، ما فكرتش فيها برضو وقتها. انا قلت هنسد اللي علينا، انا بجد قلت هنسد اللي علينا. هو خد الكارد عشان خاطر يعمل مشروع. أيوة. فشل المشروع. أيوة. وبعد كده بقى عمل ايه هو؟ لاني بقى بتخانق معاه، انا ما سكتش. كل شويه هتحبس، حرام عليك، انا معايا بنتي يعني مخطوبه، يعني على وش خطوبه يعني في ثالثه ايجار، متعرفت حته. معرفت حته. ما ينفعش ان انا اسيبها، ما ينفعش يقولوا ما نصابه، ما ينفعش الناس تسال علينا، ما ينفعش. يعني كنت بتخانق معاه على طول، انا اجيب منين، انا ما معيش، انا اجيب منين، انا ما معيش.
والمحامي برضو اتصل بيا، ده اتحكم عليه خلاف الاحكام اللي عليه بالنفقات اللي عمل كده جوزها. المحامي اتصل بيا قال لي ده كده بقى عليه شهرين في شهرين، واتحكم برضو بثلاث شهور الجداد، وزوجته الاولانيه عماله تزود في النفقات عشان مصاريف مدارس وعشان وعشان وعشان، اصبح دلوقتي يعتبر متضمن بقى حرفيا ان انا عليا نفقات وعليا قروض كده خلاص، ما بقاش بقى في دماغه حاجه. طب انا اللي معايا اربع عيال دمت هيروحوا فين؟ بصيرهم ايه؟ والله العظيم انا ما بعرف اخد نفسي يا استاذ، انا عندي اللحميه اساسا، والله انا ما استحمل يوم في الحبس، والله ما استحمل يوم في الحبس، ولا استحمل ولادي يبعدوا عني، والله بعد عني. هو دلوقتي سابك وطفش، انت دلوقتي ما انتش عارفه هو فين ولا مكانه فين ولا اي حاجه خالص. وانت دلوقتي كنت متجوزه بثلاث عيال بقى معاك اربع عيال وما انتش عارفه تعملي بيهم ايه، ولا عارفه تاكليهم ولا تشربيهم ولا تسدي اللي عليكي، وماشيه بصوت عماله تتزايد عليكي. طب قولي لي ايه مصدر دخلك؟ يعني انت بتصرفي وبتاكلي وبتشربي منين؟ انا بعمل شغل الناس عارفاني في المطبخ، بتساعدي في البيت، امسح سلم الناس عارفاني، ومعايا ارقامهم، وحضرتك ممكن تسالي وتتصلي بيهم وتساليهم. بس انا من نفسيتي، انا نفسيتي تعبانه والله، بيتصلوا الشغل موجود، مانيش قادر، حاسه ان جسمي تقيل، والله اقسم بالله العلي العظيم يا استاذه، انا اكتريت لو بات انا واولادي من غير عشاء، والله العظيم الطبيخ دي نفسنا نعمل كده زي الناس وناكل، اقسم لك بالله احنا يوم الموسم واكلين انا واولادي، ربنا اللي يعلم ايه، ربنا وحده اللي يعلم واكلين ايه انا وولاد، مش عشان حاجه، انا عايزه بس محدش حتى يديني في ايدي، يروح ويسال ويسيب، محدش مش عايزه والله. يعني انت مش عايزه مبالغ ماديه في ايديكي خوفا من ان يقولوا ان هي بتجمع فلوس؟ لا. او معلش سامحيني في الكلمه دي نصابه. لا انت عايزه ان اللي حابب يساعدك يروح هو يسد بالنيابه عنك. والله العظيم انت لو انت كمان للناس اللي انا هدوم لعيالي، حاجات لابد منها، السوبر ماركت، وللناس اللي قصات الناس الهدوم والحاجه اللي وراها، يعني يا لم ربنا مخبط عليا من جمال واحد درجة اللي انا يعني مش قادر استحمل، مش عارف اعمل ايه. انت مهدده بالحبس، مش عارف اعمل ايه، مهددة بالحبس ومعاكي تلات عيال. لو انت لا قدر الله بعد الشر عليك يا رب اتحبستي بعد الشر، في حد بيسألنا بيقول اتجوزتيه ليه لما انت عندك عيال؟ احكي لنا اللي حصل معاكي، ايه اللي خلاكي تتجوزيه؟ انا اتجوزت وما كانش حد راضي يسكتني. انت دلوقتي بقيتي ست مطلقه. أيوة. انت طلقتي من رجل في البدايه. أيوة. وبعد كده قولي لي ايه اللي حصل من عيلتك؟ ايوه انا ما كانش في حد راضي يسكتني، انا ما عنديش ملك، ولا والدتي ولا حد عندنا عنده ملك، اقسم لك بالله يا استاذه. وكل ما اروح معلش اصل الحاج قال المطلقه ما ينفعش، معلش اصل الحاجه مش راضيه، معلش ما ينفعش، فعمي قال لي لا اتجوزي بقى، اتجوزي مش هتفضلي على كده. المهم ان انت تكوني في ذمه راجل. زي ما بنقول بالبلدي بالفلاحي كده، المهم تبقي في قفا راجل. ايوه. فانا واتجوزتي. اتجوزتي بدل ما كنت بثلاث عيال دلوقتي بقينا باربع عيال. يا ريتني انا لو ومضاكي على وصلات امانه ومضاكي على قروض. أيوة. وسابك دلوقتي وطفش، انت ما انتش عارفه اصلا هو فين. أيوة. يعني طلع يعني اللي المفروض تبقي انت في حمايه، المفروض يبقى هو ظهر وسند ليكي، هو خدك ورطك اكتر ما انت. أيوة. كنت متورطه. قولي لي انت عليكي ايه؟ عليكي كم قسط؟ عليكي فلوس ايه؟ عليا كارد انا كنت واخداه بسيط، والكارد اللي هو الكبير بقى اللي انا مضياه فيه ده، عليا كارد انا واخداه بسيط، وعليا قسط هدوم. توتالي يعني مجموع الفلوس اللي عليكي ايه؟ والله يا استاذه انا مش اللي عايز يساعدك ابو هيام يعني. أوه. هيساعدك بايه؟ هيساعدك انت عليكي ايه؟ عايزين نفهم. عليا قروض، قسط القروض ديت والقسط. قسطك ايه يا حبيبتي؟ هو كان القسط 1700 حاجه و 76 يعني 1800 1800. هو ده القسط. انت بتراكم عليكي كام قسط؟ والكارد اللي هو الاولاني الخفيف ده 460 كل شهر. طيب انت برضو ذكرتي قبل اللايف ان انت ما كنتيش عارفه ان هو كان مطلق. ما كنتيش عارفه، انت اتفاجئتي بده بعد الجواز. ما سالتوش عليه ام هيام؟ لا هو من البلد. ايوه واخته كنا بنشتغل انا واخته في مصنع ملابس. اخته صاحبتي قوي،
بس هو لما اتكلم قال لك ده هي نفقه اللي عليا وبدفعها، وطلع ما بيدفعهاش. ما بيدفعهاش بقاله سنين دلوقتي، والاحكام عماله تزيد، ولسه احكام اللي هي ربنا يحنن عليكي قلب كل اللي يشوفك يا رب يستر مع كل من كان ومقاش اي حد. هي يا جماعه مش عايزه اي فلوس في ايديها، هي عايزه تسد اللي عليها. جوزها دلوقتي طفش، وهي دلوقتي مهدده بالحبس ومعاها اربع عيال. لو الست دي اتسجنت، الاربع عيال مالهمش عائل غير الست دي. احنا عرضنا مشكلتها، لعل وعسى حد يقدر ان هو يساعدها. اي حد حابب يساعدها يعني يا ريت يتواصل معانا، سواء كان في الكومنتس او في الرسائل، وباذن الله نرد عليه. شكرا جدا ليكي، شكرا لكل متابعينا في كل مكان. كنا معاكم من محافظة المنوفية.